الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وناصر المؤمنين، ومغيث المستضعفين، جعل العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحبه المتقين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وكفوا النفوس عن الهوى، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وراقبوا الله في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن الإسلام دين العزة والنصر والتمكين، دين الرحمة والرأفة والرفق واللين، دين الحق والصدق والعدل واليقين، دين السعادة والفلاح والفوز في الدارين. ختم الله به الرسالات، ونسخ به الملل والديانات، وجعل طريق العزة وجعله طريق العزة والنجاة، ومفتاح الجنات، ووسيلة الأمن والاستقرار والاستخلاف والتمكين في هذه الحياة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى هو القاهر المدبر، له الأمر من قبل ومن بعد، وإليه ترجع الأمور، له مقاليد السماوات والأرض، لا مبدل لكلماته، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه. وقد كتب الغلبة والنصر لدينه وأوليائه، فقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ووعد أولياءه بالنصر والتمكين، فقال: يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وقال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وقد كتب الله الخزي والذلة والصغار على من حارب دينه. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. عباد الله،
إن الله تعالى يبتلي المؤمنين اختباراً وتمحيصاً ثم يجعل لهم العاقبة. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وفي خضم الابتلاء والصراع بين الإيمان والكفر قد يبطئ النصر على المؤمنين فيعظم الخطب ويشتد الكرب ويتأخر الفرج حتى تخيم ظنون اليأس والقنوط ثم يأتي نصر الله. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أيها الناس، الصراع بين الإيمان والكفر سنة من سنن الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومنذ بزغ فجر الإسلام وأعداؤه الكفرة له بالمرصاد يتربصون به في كل حاضر وباد ويتحالفون عليه بالجموع والأعداد، لكن الله تكفل بحفظ دينه وأوليائه وجعل دائرة السوء على أعدائه، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. عباد الله، إن الله تعالى يمهل ولا يهمل، يملي للكفرة الظالمين وينتقم للمظلومين. قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما،
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فتأخر عقاب الله وبطشه بالكفرة الظالمين لحكمة بالغة، وليس إكراما لهم أو نسيانا عنهم. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وبعد عباد الله، فأحسنوا الظن بالله، واستمسكوا بدينكم، واعتصموا بوحدتكم، وكونوا يداً على عدوكم، واسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم، واسألوا الله الثبات على دينكم، فإن لدينكم عليكم واجباً فأدوه، ولأئمتكم عليكم حقاً فوفوه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكفرة الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك، واجمع به كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.